العلم أن السيد محمود جبرين اللي هم التمام بالعلمانية هو من أشار لي وبقوة بأن يكون هناك مكان للإسلاميين في المجلس، وأصر على ذلك بقوة. ورديت عليه قلت لنا ما يكفيكش نبيدي في الإسلاميين، قال لا طرف الآخر اللي بده يكون في موجود. وجاني لأول مرة ولآخر مرة نشوفه السيد ونيس المبروك الفسيي، برضو إسلامي مش غير إسلامي، من القيادات. وتعرف عليه وقال لي كنت طالب في كل الزراعة في البيضة، كنا نشوف فيه كنت لعب كورة وكذا وكذا، ونحن حنختار لك أربعة من قيادات الإسلام الجماعة الإخوان وحيكونوا من الغرب بناء على اقتراح محمود جبرين. هم يدخلوا ودخل جاب لمين بالحاج ومحمد الحريزي وعبد الرزاق العرادي وعبد الرزاق مختار. نعم. يعني محمود جبرين هو اللي كان في سبب انهم يكونوا معنا شركاء في الوطن. وبعدين يطلع على علي الصلابي بذلك القول ويتهم بالعلمانيه في الوقت اللي انا كنت يعني استضاف عند محمود جبرين في بيته اكثر مره، كان هو اللي يصلي بي المغرب.